هنكمل مع بعض يا شباب. ازاي هنعمل بقى قائمة البالانس شيت او المركز المالي او الستيتمنت اوف فاينانشال بوزيشن، بس انا عايز اخليها كلها جنب بعضها يعني، فهشيل بقى الشوية دول يعني، هقوم جاي واقف على الحبة دول واقوم قايل كنترول، علمت عليهم اهو، اقول كنترول ماينس، هيقول لي شيفت ليفت، اه انا عايز الحاجة تطرحها الليفت، ولا شيفت سيلز اب، ارفع لي السيلز، لا انا مش عايزها الاب، انا عايزها ليفت، عايز اجيب الحاجات دي شمال، عايز اجيبها شمال، فاقوم جاي قايل شيفت للشمال ماشي، اقوم اعمل اوكي فسحبهم لي كده. ممكن كمان اكبر بقى هنا الشاشه شويه، اكبر الحاجه هنا شويه عادي، هتاخد معايا مثلا شويه تنسيق، بس ايه، بس ممكن اقف عليهم كلهم كده مره واحده واقوم اعمل كده يعني، ظبطت معايا بس مش قوي يعني، فاقوم جاي مرجع الحته دي تاني، خلاص كده اعتقد انها بقت ايه، مظبوطه شويه، اكبر دي شويه هي كمان تبقى كده مظبوطه جدا يعني، او دي كمان شويه، دي كمان شويه صغيرين يعني، بقت الى حد ما مظبوطه. طيب دي اصغرها، مش عايز دي كبيره، خلاص صغرتها. اعمل بقى هنا الانكم البالانس شيت، اعمل هنا البالانس شيت، اعمل البالانس شيت ازاي، اقوم جاي واخد دي كده كوبي واقوم عامل بيست، برضو هقول بالانس شيت، بالانس شيت ات ذا اند، ات خلي بالك غير بقى فور ذا مانث، مش للشهر، لا ات ذا اند اوف اكتوبر، اكتوبر حلو كده. هقول بقى هنا فوق خالص اقوم جاي في النص قايل ده الاسيتس، اسيتس، وتحت شويه اقوم جاي نازل واقول ان ده لايبيليتيز، لايبيليتيز اند اونرز ايكويتي، اونرز، اونرز ايكويتي. يبقى انا كده عندي الاثنين موجودين، بس هعمل ميرج للاثنين دول علشان يجوا في النص بالظبط، عشان يبقى شكلهم الى حد ما مقبول يعني، ما ينفعش ان انا اخليهم بالشكل ده. فانا عندي الاسيتس بتتكون من ايه، اقوم جامع هنا انا عندي كاش مظبوط، وعندي كمان سبلايز او اكونت ريسيفبل عفوا، وعندي كمان سبلايز، وعندي اكويبمنت، مش كل ده تبع تبع الاسيتس، اه، واقوم جاي حاطط هنا الارقام بتاعتهم. ما احنا اتعلمنا بقى، ممكن اقوم واخد دي كده كوبي كنترول سي وانزل واقول انتر، بس على فكره لو عملت انتر هو بياخد كنترول في لوحده، او ممكن كنترول في يعني براحتك، لو اتكيت انتر او كنترول في، الاثنين مش شغالين معاك. واعمل هنا برضو سب توتال سميشن، اجمع لي بعد اذن حضرتك دول الحبه دول، لا مش من هنا، من هنا الحبه دول كده اجمعهم لي، بقيت عندي الاصول التوتال هنا، يبقى هنا اكتب هنا توتال اسيتس واعملها بولد واقوم جاي منسقها بالشكل ده اهو، يبقى انا كده عملت ايه، التوتال اسيتس بقت معايا مظبوطه. ممكن اعمل دي كمان هي كمان بولد، وممكن انزود سطر يعني، انزل دي كنترول وانتر عشان تنزل لي داون، اه انزلها لي تحت بعد اذنك، خلاص فانا نزلتها سطر عشان اسيبها بسطر فاضي برضو يبقى شكله حلو، واعمل الاسيتس هي كمان بولد. اقوم جاي هنا معامل لايبيليتيز، لايبيليتيز بس من غير اونرز ايكوتي، واقوم جاي واخد هنا اعمل مسافه، او ان انا ممكن ادخل، بس بلاش ندخل، خلينا في هنا ناخد الايه، الاكونتس بيبل اهو، خدت الاكونتس بيبل جو لايبيليتي، واقوم جاي واخدها بالشكل ده، هاخد الاكونتس بيبل الرقم بتاعها من هنا، وبعد كده اقول اونرز ايكويتي، اونرز ايكويتي، واقوم جاي بقى الاونرز ايكويتي، اقوم حاطط بقى الاونرز ايكويتي ستيتمنت اللي هو الاونرز كابيتال وخلاص، اونرز كابيتال، او ممكن اقول اونرز ايكويتي كلها على بعض والسلام اهو، واخد بقى الرقم من هنا بدل ما اقعد اضيف بقى الانفستمنت باي اونر والنت انكم والويدرو، لا بس هو على فكره احنا بنعملها في الشركات كده، بنحطها كل واحده لوحدها هنا في بنظهرها كلها على بعض، لان مش كل الشركات بتبقى فرديه، هي عشان هنا فرديه فبيظهر لك بس الايه التوتال على بعض، وانت لسه في الاول برضو، فعشان كده ما بنحطهاش كلها، هو حاططها لك كلها على بعض الاونرز كابيتال وخلاص، هو حقوق الملكيه كلها 16450، لكن احنا في الواقع العملي بنحط كل الثلاث ارقام دول، انفستمنت باي اونر بنحطها لوحدها، استثمارات او بنسميه راس المال الكابيتال، وبعد كده النت انكم فور ذا يير او فور ذا بيريود لو احنا خلال فتره معينه، وبنحط هنا الديفيدنت، لا ما بنحطش الويدرول، يعني على حسب بقى كل الشركات، عشان بقول لك شركه فرديه فالموضوع بسيط بالنسبه لها. ونجمع هنا التوتال، نجمع الاونرز كابيتال زائد الاكونتس بيبل، لازم الاثنين يطلعوا ايه قد بعض، 1850 1850، ونقول هنا توتال، توتال لايبيليتيز اند اونرز ايكويتي، ايكويتي خلاص، واقوم جاي برضو واخد دي كده
بولد، بس مش هينفع اخدها بسطر واحد، لازم احط تحتها سطرين عشان دي اخر حاجه في القائمه خالص، لازم يتحط تحتها سطرين. خلي بالك بقى لو انت غيرت اي حاجه هنا، اي حاجه، تعال ما نحط اي قيد مثلا، اخترع انت اي قيد من دماغك، انا اشتريت اكويبمنت جديده، فهنا هزود الاكويبمنت ب 5000 مثلا، بقت 12000 اهي، ازود بقى دي، اقف عليها ضغطتين وازود المعادله، وهنا دفعتها كاش او عليا فلوس، زود الالتزام اللي عليك، بقى عندي هنا 5000 زياده عليك التزام ما دفعتهمش، وبرده ظبط المعادله، اوعى تنسى تظبط المعادله، لازم دي تبقى قد دي 1350 1350. بص المعادلات كلها بقت هنا 2350 2350 اهي، نفس الارقام بالظبط 23 2350، اوتوماتيك بقى. فانت كل اللي انت بتسمعه مره واحده بتسمع هنا كل حاجه بتحصل جوه، خلاص انت عارف ايه اللي بيتم جوه، اوتوماتيك اوتوماتيك، الا في حاله واحده بس، لو زودت حساب جديد، لو هنا قمت قايل هزود اصل جديد واسميه مثلا اي حاجه يعني، مثلا كاستودي، عهده، هنا بقى لو انت عملت اي حاجه مش هتسمع، لان انت ما عندكش حساب اسمه هنا كاستودي، لازم تزوده بقى، تقوم اهي بعد السبلايز تقوم مزود حساب وتسميه كاستودي وتسمعه وتسمعه هنا وتسمعه هنا وتسمعه هنا، لازم تعمل كده، لازم تعمل كده، ده في ان كيس ان انت ايه زودت حساب، ان كيس ان انت زودت حساب. كده احنا خلصنا الجزء الخاص بالحته دي اللي هي الجزء العملي شويه على الاكسل، شفنا ازاي بنعمل قائمه الانكم ستيتمنت والاونرز ايكويتي ستيتمنت والبالانس شيت statement.